ما يغول. محسن مالزي، انت شنو نقولوا المواصفات اللي تشوفهم في شركه الحياه ديالك؟ المهم انت تقول هادو هما خصهم يكونوا باش نقدر نرتبط بشي حد مثلا. كاينين الامور المهمه اللي بصفه عامه، كاين خص تكون الاحترام، خص تكون الثقه، سيرتو هاد الجوج بالنسبه ليا مهمين. الثقه والاحترام. الثقه والاحترام من بعد راه علاقات، يعني العلاقه يعني راجل ومراه راه من اصعب العلاقات، ما تيكونوش ساهلين، فهمتيني؟ يعني خاص تفاهم، خاص بزاف ديال التضحيه من الطرفين و تفاهم. نعم. محسن مالزي، غادي نكمل معك في هذا الموضوع، ولكن غادي نمشي معك دابا لواحد الفقره ديال هادي ولا هادي، ومن موراها غادي نستقبلوا ضيف مفاجاه ديال الحلقه ديالك اليوم. غادي نشوفوا هادي ولا هادي وتجاوبني بكل صدق وبكل صراحه. طبعا. اوكي يلا. هادي ولا هادي زعما في شكون كيعجبك الاداء ديالك اكثر؟ صراحه بجوجهم مزيانين، بجوجهم باش ما نكونش خدمت معاهم بجوج، وبجوجهم ممثلات في المستوى. اوكي. راحة ما راحت البال. راحت البال. صراحة الإنسان ما يقدرش يعيش بلا حب، ما يقدرش يعيش بلا حب، ولكن مزيان راحة البال يقلب عليها الإنسان. بعض المرات كتبغي تدوز مراحل في الحياة اللي تتقلب غير على راحة البال، ولكن باش نكون كوريكت، الإنسان ما يقدرش يعيش بلا حب. ديما حمرا. الصورة من بعد. نختار وحدة ياك؟ نعم. بطولة في مسلسل. حتى وحدة صراحة زعما لا ما يمكنش. من الداخل والله. لا ما يمكنش، ما يمكنش. ما يمكنش واخا أنا نقول. ألوغ المال. محسن، دابا وصلنا لفقرة الماسك. في نظرك شكون مور هذيك لافونيتر؟ عرفتي من الوقفة كيبان بحال باتمان. باتمان كاين صراحة. واخا محسن، حنا في هذه الفقرة هذه كيكون شي حد يا اما فنان، يا اما من العائله، يا اما شي حد في الدومين. بعض المرات كيكون شي حد ايضا اللي كانت بينك وبينه شي قطيعه، شحال اللي ما هدرتوش. دونك وانت عندك الحق باش تقبل ولا ترفض ان هذا الانسان يدخل الا تعرفت عليه. اوكي. اوكي. نخليك تتكلم معاه، حنا مهندس الصوت كيبدل ليه الصوت ديالو. تحاول تتكلم معاه وتحاول تعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عارفهم بطبيعة الحال ياك؟ بطبيعة الحال. شحال هادي ما تلاقينا؟ بزاف ولا؟ لا ماشي شي بزاف. ماشي بزاف؟ لا ماشي بزاف. انت واش في الدومين ولا في؟ أنا في الدومين. انت في الدومين. تلاقينا غير زعما غير قريب ولا بزاف قريب؟ زعما قريب. قريب. صراحة في الصوت ما قدرتش نعرف، من الصوت ما قدرتش نعرف شكون، حيت مبدل بزاف. طويل انت ولا قصير؟ طول مناسب. ها؟ طول مناسب. ما سمعتش. قلت لك طول مناسب، كاين شويه ديال الطول. اوكي. شنو الحاجه اللي كتعجبك بزاف؟
بزاف الحوايج كيعجبوني. تقدر تقول لي شي حاجة كتعجبك أنا كنعرفها مثلا؟ ما طاحش لي شي حاجة بصراحة. ولا شي حاجة ما كتعجبكش؟ ما طاحش لي شي حاجة. ما طاح لك شي حاجة. انت كالم ولا كتعصب ولا؟ كنتعصب بزاف. كتعصب بزاف. وفي خدمتك كيفاش دايره علاقتك مع الخدمه ديالك؟ واش كتاخذ الامور على ليجير ولا كت؟ لا لا، علاقتي بخدمتي كناخذها بسيريه بزاف. نقدروا نحلوا الشرجه مثلا باش نتعرف عليك؟ نحلوا. في الدومين شنو كتخدم؟ شنو التخصص ديالك؟ في الدومين تكنيك. ها؟ في الدومين جو سوي تكنيسيان. تكنيسيان؟ اه. شحال في عمرك؟ 41 عام. 41 عام. ماشي عمور. شكون؟ عمور. عمور؟ لا. فرادك شكون؟ صراحة ما قدرتش نعرف مشكلة هذي. تقدر تحرك يديك ولا؟ ويلي واش منصيف؟ حيد الماسك، حيد الماسك. بخبارك، بخبارك ملي هضرت منصيف مالزي. مازي منصف، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. نهار كبير هذا. نهار كبير لي لانني ما عمرني تلاقيت انا ومحسن في بلاطو. واه طوب طوب. اول مره غادي مساله زوينه بزاف. انا وفراسك راه ما عرفكش في الاول كاع، هي ما يقلب حسيت بواحد هذاك غادي نقولها، ولكن ملي بان في الجيستويال ديالو قلت ملي الجيستويال ما عرفتوش، ولكن ملي دار عرفته. فاش قلتي لي حرك حرك شي حاجه بغيت باش نعرف الحركات ديالو واش كنعرفو ولا. منصف مالزي طبعا هو الاخ ديالك طبعاً، وايضا مخرج مغربي قدم مجموعه من الاعمال. مرحبا بك مره اخرى. الله يبارك فيك. شكرا. انت اليوم معنا في الحلقه ديال الممثل جميل. الله يحفظك ابا رشيد. ميرسي. محسن مالزي. منصف، اذا سولتك على محسن الانسان ماشي الفنان، كيفاش داير هو في من غير الكاميرا بعيدا عن الاضواء، كيفاش داير الشخصيه ديالو؟ انسان ظريف، انسان هادئ، وكل شيء كيحبه، محبوب من عند كل شيء كبير وصغير. دخل سوق راسو حتى دخل سوق بزاف. يعني انسان اللي كل شيء كيحبه لانه هادئ، لانه خلوق اخلاقه فوالا كيدخل للخاطر. ماشي حيت خويا دابا كنهضر عليه، ولكن هذه هي الصراحه. نعم. انت بديتي قبل منه الميدان الفني؟ انا بديت قبل منه شويه. وي بديتي؟ بقيتي دائما في الاخراج وفي لا تكنيك؟ لا، بديت حتى انا في التياتر في المسرح، ودايوغ داك الشيء جريته معايا للتياتر. انا بديت كنت كممثل في الاول. كنت كممثل في الاول. اها. ولكن كنهضر على الايامات ديال الليسي وايامات ديال فوالا، كان الحب ديالي في هذا الشيء قديم. ومحسن كان كيجي معايا لدار الشباب وداك الشيء، يعني وتاوت نشب، واخا كان كيلعب الكره في الاول وتجر الميدان. علاش لينا هذه القضيه هذه جديده؟ نسيت هذه المساله كي كيلعب الكره. كنت تسولني عليها نسيت. كنت كتلعب الكره؟ كنت كنلعب الكره. انا كنت باغي نكون لعاب ديال الكره دايوغ، هذا خصني نقول هذه المساله هذه مزيانه هذه. فراسيش سامحني، كنت باغي تكون لعاب الكره حتى لاي سنه بقيتي كتلعب؟ حتى لدابا مازال مره كنلعب، يعني بقى هذاك الحب ديالي من الصغر. كنت كنلعب بزاف الكره، لعبت مع كنتي في شي كلوب؟ كنت مع واحد الفرقه في مراكش، مولوديه مراكش، لعبت معاهم واحد شويه، وفي القصر الكبير شويه لعبت، ولكن ما توجهش لانه الكره كانت كتديني على القرايه،
دونك اختاريت نبقى في القرايه اكثر باش من واش واش منصف كان ليه الفضل في دخولك لهذا المجال هذا؟ تماما كيف قلت لك هو وشريف وكلاندور هو في واحد المسرحيه هما اللي زعموني قالوا لي لا غادي تمثل معنا حيت كنت كنجي بزاف نتفرج فيهم كنشوفهم تقريبا انا واحد 3 سنين ولا 4 سنين قبل كنت كنجي غير ملاحظ كنجي لدار الشباب وكنجي لليسي وهو بصراحه كنا كنديروا واحد اللعيبات شخصين دوك اللي شفت من قبل ديال قبل هذا وكان كيحاول ويكلاندور والعسال حتى هو كيحاولوا يجروا وكان كيحشم فريمون كيحشم يطلع حتى حتى لا سين وقعت لي نعاود واحد بحال نكته وقعت لي في الاول هي في المسرح في هذه الهضره هذه في دار الشباب كانوا كيريبيتيو وهذوك الايامات منصيف والشريف والعسال حتى هو لطيف تيقول لي غير طلع معنا وانا ما تنزعمش ما يمكنش نهضر انا قدام الناس ما نقدرش كانوا تيديروا واحد الاكزرسيس ما فيهش الهضره غير تيتمشاو بحال هكا قالوا لي هو غير طلع غير تمشى معانا قلت له صافي نتمشى ماشي مشكل بقيت كنتمشى كنتمشى واحد اللحظه هو يقول لنا غتوقفوا الخشبه كل شيء غادي يوقف غمضوا عينيكم دابا اللي دزتم حداه قستو غادي يعاود لنا قصه غير قال هذه كل شيء غمض عيني وانا ننزل انا نازل سلتي سالت قال لي بقى قلت لي لا شوف نتمشى معكم ولكن الهضره ما يمكنش وانا نزل جلست ف نزلت في حالي ما قدرتش كانت الحشمه غالبا عليك ما قدرش هذا يمكن حشمه مرضيه بزاف لانه الانسان تيكون ما قدرش كاع يهضر ما يقدرش هذا والمسرح كي قلتي كيساعد الانسان انه يتغلب كنت ما قدرتش نهضر بزاف ويمكن منصف بقى في الاخراج وبقى في المجال التقني اكثر لانه يمكن كان ديجا كان زعما هذا هو لا ديسيناسيون ديالي كنت كنبغي كنبغي ديغيغ لا كاميرا ديالي كان كنعز عليا بزاف اشتغلتوا في شي عمل مجموعين ولا خدمنا انا وياه قليل ما خدمناش بزاف خدمنا في غرام لا خدمنا في ايام الغدر تيليفيلم خدمتي معاه كمخرج هو كمخرج وانت ممثل وانا ممثل وعاودوا لي على هذه القضيه ديال التعامل ديالو ديال المنصف مع محسن في البلاطو واش كان كيدير معك ذاك المخرج نيت ولا حيت خويا كي لا لا بصح نقول لك واحد القضيه مهمه انا فهمتها مع منصف في الاول كنا كنتخاصموا انا وياه في الاعمال الاولين في الفيلم اللي دار هو في ليساف قبل في التخرج ديالنا وفي هذاك الفيلم ديال ايام الغدر كنا كنتخاصموا انا وياه ولكن ديك الساعه انا من بعد بنقول لك شنو وقع كيفاش التحليل ديالي للمساله من بعد اكتشفت بلي انا ما كنتش فاهم مزيان المخرج شنو هو الضغوطات اللي على المخرج ومعاه هو فهمت بزاف الامور وليت ما كان نتشاد انا وياه من بعد ملي خدمنا في طاكسي بيض كان تفاهم مزيان كان تفاهمنا بحال صافي كل واحد كيدير الخدمه ديالو كان هو وهو تيخدم هو منصف يعني في الاول منصف كان عنده واحد الطاقه كبيره بزاف وكان تيتونجاج اكثر من القياس يقدر كاع على حسب صحته ولا على حسب الطاقه ديالو كي لونجاجمون ديالو كبير بزاف باش نتعرفوا عليكم بواحد الطريقه بلو فاني غادي نعطيكم هاد لي بون كارت اللي فيهم انا وهو لكل واحد فيكم وغادي نسول نعرف شي اشياء من خلال الاجوبه ديالكم شكون عصبي فيكم بجوج عصبيين بجوج شكون اللي عصبي اكثر انا ما كنتعصب هو المخرج ديما تيكون عصبي انا كنتعصب هو تيتعصب هو بالعكس كي محسن كيكالميني كي هو الوحيد بعدا دايوغ اللي كيقدر يخرج فيا في هذه القضيه هذه وكيقول لي زعما كي الحوايج اللي كنتعصب عليهم كاينين الناس بعض المرات كيحشموا يهضروا معايا فيهم ولكن محسن كيحدني في هذه القضيه هذه شكون هو اكثر واحد فيكم بونكتويال كيحترم الوقت بزاف محسن كاين هو كيحترم الوقت بزاف شكون اللي فيه تردد بزاف ما كياخذش قرار دغيا يعني كيكون ايزيتون بزاف شكون فيكم اللي حتى واحد بونس انا حتى واحد صراحه في الامور اللي كتحمل انا تنقول تنتحمل المسؤوليه في الامور بالزربه كتكون عارف كتاخذ قرار صافي شكون نقار فيكم انا تجوجنا وكاين واحد الصفات شوف نقول لك واحد القضيه منصف انا وياه راه بحال التوام لانه حياتي دوزت انا وياه شحال بيناتكم بيناتنا عامين قل شي حاجه قل شهر تقريبا دونك بحال
قرينا انصومبل شنا بزاف لي زامي ديالنا كانوا انصومبل اون كومون تقريبا كلهم يعني متقاربين بزاف. هذه ما عرفتش تعرفوا تجاوبين عليها ولا لا. شكون الرومانسي اكثر فيكم؟ الرومانسي اكثر. صيفط لك ديريكت ديريكت هو اكثر مني هو انا معيق كاع. حنا دابا عندنا واحد السكتش ديال واحد الناس سولناهم قلنا لهم اشنو تتمناو تكونوا ملي تكبروا ان شاء الله. غادي نشوفوا هذا السكتش هذا حالا ونعاودوا نتلاقاو. بغيت نطير. بغيتي تولي بيلوت؟ لا بغيت نطير فوق. بغيتي تولي رائد فضاء؟ ولا بغيت شي حاجه اكثر بغيت نطير. كيفاش تطير؟ بغيت نطير من المقلة. ماما ديما كتقول لي انت كطير من المقلة ولكن انا عمري ما طرت منها. دابا شتي الزيت باغي نطير بحال الزيت في الاسعار نطير فوق. عندك شي مقلة نطير لك منها؟ بابا شنو بغيتي تولي ملي تكبر؟ شنو بغيت نولي ملي تكبر؟ بغيت نولي بحال بابا. لا بغيت نقول لك شنو الحلم ديالك ملي تكبر؟ بحال بابا. واخ باباك شنو كيدير؟ كيسمع الماما. لا ماشي في الدار كندوي على في الزنقه. شنو كيدير؟ اي حتى في الزنقه كيسمع الماما. كتعيطي في التليفون كتقول لي اجي دابا كيجي. واخ وانت انت شنو باغي تولي ملي تكبر؟ كبر غنولي بحال ماما. وماماك شنو كدير؟ كتحوت على بابا. عرفتي اش غدير؟ خرج عليا. يا تجي بحال ماما. ماما ملي غتكبري شنو بغيتي تولي؟ واش انا ماماك؟ انا ماماك عسك تقولي يا ماما واش تقلب على ماماك فينا تقولي انا يا ماماك. واصلا فيكم السوالات بزاف من الزيتون نتوما تتسولوا فينا. نولي اللي بغيت نولي وانت ولي اللي بغيتي تولي. ما تسولني ما نسولك. ويلي شنو بغيتي تولي؟ واصلا ماما كتقولي ما تقوليش شنو بغيتي تولي. قالت لي داكشي بقى مع راسك ولا كاع قلتيها قولي لي بخمسه وخميس. ويلي انا اصلا متواضعه معاكم. انا باغا نتزوج بحبدو واخا مسعكك كبرك حدايا وغادي نتزوج غادي نولي علوصة وغادي نولي كبيله. إيه عبدو عبدو شو شو رشيد شو شو.